انتشرت ظاهرة اختفاء القبطيات في هذا الشأن زوجة اسمها غادة صابر. في اسمها غادة او بيت ان اسمها نهلة ولا نهى معرفش، انا ما بتفرقش معايا، مش عايزه اشيرها. السيدة نهى السيد اللي هي اصلا كانت مسيحية وتركت المسيحية ودخلت الاسلام حديثا وعملت قناه على اليوتيوب. اكثر من مليون مسيحي في مصر، 1,160,000 اصبحوا مسلمين او تأسلموا او تركوا المسيحية من عام 1995 حتى الان. طبعا دلوقتي هي نمره واحد على اليوتيوب ما تشهرهاش، واحنا تايهين، واحنا مش عارفين حتى نرد عليها. او مع الكنيسه وشوف ولادك، طبعا ده هياخد وقت. ثلاثه مسيحيين مش عايزين ولادك يبقوا مسلمين. اللي زعلني ان بالفيديوهات بتاعتكم بتضعفوا الايمان المسيحي الضعيف للناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إخواني وأخواتي الأعزاء، حياكم الله جميعا وبارك الله فيكم. فضلا وليس أمرا، الاشتراك في القناة وعمل لايك للفيديو وتفعيل جرس الإشعارات علشان يوصلكم كل جديد، جزاكم الله خيرا. موضوعنا النهاردة هيكون عن أمر مهم جدا، وهو قيام قنوات التنصير برعاية الكنيسة بتلفيق ادعاءات اختطاف المسيحيات وإجبارهم على الإسلام. وده طبعا سيناريو متكرر واتحفظ خلاص، إنه إذا اعتنقت فتاة أو سيدة الإسلام وأهلها يعرفوا إنها أسلمت يروح يبلغوا كاهن الكنيسة التابعين ليها، فتتعمل الاتصالات اللازمة للقيادات في الكنيسة للتواصل مع قنوات التنصير خارج مصر، وتتجهز الحملة الإعلانية المضللة لتوجيه الاتهام للمسلمين بخطف الفتاة أو السيدة. نسمع خطف 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 بنات على خطف مش بنات، على خطف رجالة، على سواء لطلب فدية أو سواء البنات بتروح ما بترجعش، ويعلن بعد كده بقى ولا يتقال إن هي غيرت دينها أو ما يسمعوش أهلها عنها حاجة، أو يبقوا عارفين الطريق ليها وعارفين مين اللي خطفها ومحدش يتعاون معاهم ولا يساعد معاهم ان يرجع لهم بنتهم. خطف واجبار واسلمت القبطيات الى اين؟ اهلا بيكم اصدقائي في حلقه جديده مع مجدي خليل. النهارده هنناقش موضوع خطف واسلمت البنات والسيدات القبطيات، من وراء هذه الجريمه الخطيره؟ والتناقض اللي في الأمر إن عكس الكلام ده اتقال في مؤتمر تثبيت العقيدة في عام 2006، حيث تم التأكيد إنه مفيش اختطاف ومفيش إكراه في الدين، وإن في أعداد كبيرة جدا بيشهروا إسلامهم، وإن مفيش حد يقدر يخطف قطة، فما بالنا بقى بخطف إنسان. مرة أتذكر يا أخوة من كام سنة دي واحد هنا هاي كده ياه، فين الكنيسة اللي هنا؟ فين الكهنة اللي هنا؟ وده ايه اللي حصل؟ قال البنت خطفت. طبعا انا لا اؤمن موضوع الاختطاف، انما الاختطاف الاخير تعرض ليسوع المسيح، لكن كنت تخطف دي ما تدخلش مخي، مفيش حد بيخطف حد دلوقتي. مفيش حد يقدر يخطف قطه دلوقتي. وما يخطف ان ادمه وزنه 60 70 80 كيلو مش ممكن يخطف، يخطف ازاي؟ لكن هي بتبقى عمليه ايه؟ للداري حقيقه. لازم تعرفوا يا ابهات يا إخوة، هنا في القاهرة يوميا زي ما قلنا في الأول، إحنا بنتكلم بنعمة ربنا عن خبرة وخدمة مش كلام نظري، يوميا توجد عدة حالات ارتداء، ده اللي بيصل إلينا إحنا في الأمن الرئيسي. ومش عايز أقول لكم في بعض الأيام توجد أرقام في يوم واحد لا تخطر على بال أحد فيكم. وبيأكد حقيقة عدم الاختطاف مجموعة من القساوسة بالصوت والصورة. لا، الذين أشهروا إسلامهم مفيش حاجة اسمها خطف، والناس كانت تستطيع أن تقول لا، والسي دي أهو. دايما بقول مفيش حاجة اسمها خطف بنات، طول عمري أقول كده، مفيش حاجة اسمها خطف بنات، مفيش حاجة اسمها بنت غصبا عنها، انسوا الحكاية دي. أنا دي لي 25 سنة، إحنا السنة دي اليوبيل الفضي، فدي لي 25 سنة، يعني بعد شهرين يبقى 25 سنة ما شفتش حد اتخطف، ما
شفتش حد اتخطف، وقلت بدل المرة مرارا وتكرارا ما شفتش حد اتخطف، لكن أنا بأثبت كلامي اللي قلته أديلي 25 سنة ما حدش اتخطف. وقلت قبل كده ان اللي بيتخطف هو المخ والعقل والفكر، هو ده اللي بيتخطف، لكن الجسد ما بيتخطفش. وتأكيدا لكلام الأنبا غبريال، محدش بيرجع بإرادته، اللي بيرجع ليكم هو الجسد بس، لكن الإسلام طالما دخل القلب والعقل مفيش قوة في الدنيا تقدر تزحزحه. وبستشهد بمقولة قالها الدكتور والشماس السابق وديع أحمد فتحي رحمه الله في أحد الفيديوهات. فرحت أسأل أب اعترافي بقول له أنا أبويا قال لي إن بيقتله اللي يسلم، ليه الكلام ده؟ الأول أنكر، وبعدين لما عرف إن والدي هو اللي قال لي فقال لي بصراحة آه بنقتل اللي يسلم. قلت له ليه؟ قال لي أصل الإسلام ما بيطلعش من القلب، الإسلام ما بيطلعش من القلب. قلت له إزاي؟ يعني واحد أسلم ما نقدرش نقنعه؟ وقال لي جربنا، بنجيبهم نحبسهم في الدير ونقعد نزلنا على دماغهم، يقول لك أنا رجعت، وأول ما يطلع من باب الدير يروح الإسلام تاني. وكلام الدكتور وديع الله يرحمه حصل معايا لما ربنا أراد بي الخير وقدرني أني أهرب من الدير بعد احتجازي فيه، علشان أنا مقتنعة بالإسلام. وسيناريو الاختطاف اللي بيعملوه ده علشان حاجتين: أولا إرهاب لأي واحدة مجرد تفكر في ترك المسيحية وتعتنق الإسلام، ثانيا بقى علشان يكسبوا عطف العالم الخارجي ويثبتوا فكرة إنهم أقلية مضطهدة وإن المسلمين إرهابيين وبيجبروا المسيحيات على اعتناق الإسلام. وبسبب حملات التشويه اللي بتتم من خلال قنوات الفتنة بالتعاون مع محامي الكنيسة، بتضطر الفتاة أو السيدة اللي اعتنقت الإسلام إنها تطلع في فيديو وتقول أنا مش مخطوفة وأسلمت بإرادتي الحرة ومفيش أي ضغط أو إجبار عليا من حد. والمشهد ده اتكرر كتير جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا ماجدة منصور إبراهيم حكيم، اللي طلعت كلها تقول إن أنا مخطوفة متغيبة، وأنا لا مخطوفة ولا متغيبة ولا أي حاجة من دي خالص. أنا سايبة بيت أهلي بإرادتي بدون غصب ولا اي حاجة. انا دخلت الاسلام. انا رانيا عبد المسيح حليم، مدرسة في العراقية. انا مش مخطوفة ولا حد خطفني ولا حد سرقني عشان الذهب. انا خارجة بإرادتي من البيت ومسلمة. انا ميرنا ماهر حلمي مرزوق، محافظة اسيوط مركز ابو تيج. انا طالعة النهاردة علشان اقول للدنيا كلها اني انا ربنا انعم عليا بنعمة الاسلام. تاني حاجة، أهلي عمالين يقولوا أني أنا مخطوفة، أنا مش مخطوفة. وعلى فكرة أنا بلغتهم بدل المرة اتنين وتلاتة أنا مش مخطوفة، وقلت لهم أني أنا أسلمت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مارينا سمير ويليام. أنا طالعة النهاردة أتكلم عن فيديوهات وكلام بيتراوح كتير على السوشيال ميديا أني أنا مخطوفة أو أن أنا متهددة أو أني أنا ماشية مش أنا ماشية بإرادتي وبكامل إرادتي الشخصية. وأنا أشهرت إسلامي يوم 6/12 في مجمع البحوث الإسلامية، والكلام اللي هو طالع على السوشيال ميديا أني أنا كنت موجودة وأني أنا بستغيث وأني أنا مخطوفة وأن أنا قابلت فلانة وأن أنا قابلت علانة والكلام ده، الكلام ده مش صحيح. أنا أمانة سعد أب ملك، خرجت من البلد للقاهرة لوحدي واعتنقت الدين الإسلامي عن رضا وحب. مفيش أي عملية خطف ولا الكلام ده كله، مفيش أي حاجة من الكلام ده. انا كنت اسمي مهار الصباح حكيم، دلوقتي اسمي فاطمه عبد الله. انا مشيت من بيت اهلي بكل ارادتي ورحت الازهر عشان اعرف اسلم، فانا اسلمت الحمد لله. اهلي بيقولوا اني مخطوفه، انا مش مخطوفه على حاجه، انا اسلمت بكل ارادتي. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. وقصه اسلام فتاه حلوان مارتينا ممدوح دي واحده من القصص اللي اثارت جدل كبير في مصر في الفتره الاخيره. مارتينا ممدوح، انا اشهد اسلامي، انا رحت الازهر الشريف وعملت اشاره الاسلام، معايا ورق بيكون كده، وانا ما خطبتش زي ما قالوا ولا سرقت اي حاجه. انا ماشيه بالدايه ومتجوزه على سنه الله ورسوله ياسر المصطفى، وما سرقتش اي حاجه من حد، وانا مش مخطوفه، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. مارتينا بنت مسيحيه من حلوان اعتنقت الاسلام بارادتها الحره، ومع ذلك قصتها بقت محور اهتمام كبير بسبب الادعاءات المتكررة من عائلتها ومن الكنيسة انها اتخطفت واجبرت على دخول الاسلام.
وانتشرت قصة اختطافها على العديد من قنوات الفتنة التنصيرية، وده النمط والأسلوب المتبع من العائلات والكنائس لما فتاة أو سيدة تعتنق الإسلام، وده طبعا بهدف إرجاعهم لديانتهم الأصلية، وغالبا بيتم ده من خلال وسائل الإعلام ونشادات عامة، وده بيعمل ضغط كبير سواء على البنت أو على السلطات. وفي حالة مارتينا ادعوا انها مختلة عقليا وانها تعرضت لضغوط نفسية شديدة علشان يلاقوا مبرر قانوني واجتماعي لإرجاعها للكنيسة. الخطط دي طبعا مش جديدة، وبتستخدم لتشويه سمعة البنات اللي بيعتنقوا الإسلام، وكمان لتشويه صورة المسلمين في المجتمع. الحقيقة ان مارتينا زيها زي كتير من البنات التانيين أخذت قرارها بحرية كاملة وبكامل قواها العقلية، وحبت تمارس حقها في اختيار دينها، بس البيئة المحيطة بيهم بتخلي الموضوع ده صعب على البنات دول إنهم يكملوا في حياتهم الجديدة من غير مضايقات أو تهديدات. وموضوع إجبار الناس على اعتناق الإسلام مسألة مبالغ فيها جدا جدا، مفيش حد بيكره على الإسلام، واللي بيجي الإسلام بيجي بناء على رغبته، وورقة الإشهار دي مجرد وسيلة لاستخراج الأوراق الرسمية زي البطاقة أو جواز السفر مثلا، لكن المعتنق للإسلام بيصبح مسلما شرعا بمجرد نطقه للشهادتين وأداء فرائده الدينية المكلف بها. والنصيحة اللي بقدمها لكل فتاة أو سيدة بترغب في اعتناق الإسلام إن خطواته كلها تكون في منتهى السرية، وبعد ما ترجع من الأزهر وفي إيدك شهادة الإشهار بتاعتك ياريت محدش يقنعك إنك تطلعي في فيديو وتقولي أنا أسلمت بإرادتي، أنا مش مخطوفة، لأن الكلام ده كله هيضرك أكتر ما هينفعك، لأنك بكده بتعرفيهم مكانك وإنتي مش واخدة بالك. فشهادة الإشهار مش كفاية إنها تحميكي من رجوعك ليهم، لأنهم ممكن يدعوا عليكي أي حاجة، وده اللي حصل فعلا لما أهل مارتينا والكنيسة اتهموها بالجنون والاضطراب العقلي، وزعموا أنها تعاني من اضطرابات نفسية خطيرة، والهدف طبعا كان تشويه سمعة مارتينا وإخافة الناس من التحول للإسلام، وبالتالي إجبار الأمن على إرجاعها للكنيسة ومنعها من ممارسة دينها الجديد. فالأفضل عدم نشر شهادات إشهار المسلمات الجدد إلا بعد إصدار البطاقة الشخصية بالديانة الإسلامية، ودي نصيحة مني وده رأيي الشخصي، اللي عايز ياخد بالرأي كان بها واللي مش عايز براحته. وأنا بكده أكون خلصت ضميري أمام الله سبحانه وتعالى. ونشر شهادات الإشهار مش هو اللي هيخلي المسيحيين يدخلوا الإسلام، لأن مفيش واحدة هتدخل الإسلام علشان مثلا صاحبتها أسلمت، أو أب يقول أنا أدخل الإسلام علشان ابني أسلم، وإلا كان أول ناس دخلوا الإسلام هم أولادي أو إخواتي مثلا. واعتناق الإسلام بيكون ناتج عن الاقتناع العقلي والفكري وليس محاكاة وتقليد، فالتركيز بيتم عن طريق نشر الدعوة والرد على الشبهات المثارة حول الإسلام وبيان عقيدة النصارى، فده أفضل من نشر شهادة إشهار واحدة أسلمت علشان نغيظ الطرف الآخر، لأن الموضوع ما هوش حرب من كسب ومن خسر، العبرة بالشخصية والفكر وليس بالجسد. من وجهة نظري أنا شايفة أن اللي أسلمت عن قناعة وظروفها أجبرتها أنها ترجع للمسيحية هي في جهاد، ربما تكون عند الله أفضل مني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.